تلتقطون أرضا من فراديكم يرجع بالذكرى ذكرى مسك اول حاجه تبغي نشكر هذا الحضور اللي حضر في هذا النشاط اللي تيتزامن مع الذكرى المسيره الخضراء. كما تشوفوا فرحنا هاد الوليدات، حاولنا ندخلوا داك البجاعه على دوك الايتام ووليداتنا، دمجناهم مع وليداتنا نيت، وحاولنا ندير واحد النشاط اللي غادي يفرح الجميع. وبعد المناسبه ديال ذكرى المسيره الخضراء تنشكر جميع الحضور وتنشكر جميع الناس اللي ساعدونا واللي ساندونا لا من قريب لا من بعيد. كنشكروهم على هذه المبادره هذه اللي داروا لهاد الوليدات هذا الحفل هذا، وداروا تكريم للاطفال والناس اللي مساهمين لا من بعيد ولا من قريب ساهموا في هذا الحفل هذا. تنحلوا هذا الحفل الجوي اللي درنا اليوم بمناسبه المسيره الخضراء للذكرى 44 للباري ملال. كنشكروا هاد الاخوان كاملين اللي وقفوا معنا واللي حلوا معنا هاد النهار هذا الجميل اللي فرحوا فيه وليدات وعائلات ووالدين واخوان ووليدات هاد الايتام هادو بهذه المناسبه هذه الذكرى ديال 44 ديال المسيره الخضراء. وتنتمناو ديما ان شاء الله الرحمن الرحيم في اي مناسبه ديال ذكرى المسيره الخضراء يكونوا كاملين محضورين حاضرين، وكما فرحنا وفرقنا شواهد تقديريه للاطفال والوليدات والاعضاء ولهاد الناس اللي وقفوا معنا. كنشكركم وكنشكروا اخوان كاملين. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.